شكرا جزيلا. صراحة هي المناسبة هي الذكرى الأربعين لتأسيس الجماعة، وفي الخطابة كما عند أرسطو دائما تقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني الخطابة الاحتفالية معنى أننا يكون عندنا واحد الخطاب احتفالي أو خطابة قضائية أو خطابة استشارية، معنى أننا الآن خصنا نتكلموا واحد ما هو جميل يعني في الجماعة وإلى آخره. ولكن العنوان مقيد القوى المجتمعية وتنمية الوعي السياسي، الأدوار والفرص والتحديات. أنا سأحاول أن أتحدث عن جماعة العدل والإحسان والتنمية السياسية داخل الجماعة، وكيف ساهمت الجماعة منذ تأسيسها إلى اليوم في محاربة يعني التطرف والإرهاب بكل أشكاله، وكيف ستساهم مستقبلا ولا سيما اليوم نشهد يعني واحد المد للحركات المتطرفة والحركات القتالية واللي هي موجودة على مستوى الإعلامي وموجودة على مستوى الواقعي ولها منظرون على مستوى التنظير العسكري ولها منظرون على مستوى الفقهي، وهي بجانبنا في الدول الساحل وعندها حاضنة مجتمعية من القبائل. إذن جماعة العدل والإحسان منذ تأسيسها أنها ساهمت في نشأة واحد الجيل أو تأطير واحد جزء من المجتمع هو بعيد عن التطرف وعن التكفير. ولكن قبل أن أبدأ أريد أن أبدأ بفكرة أنا شخصيا أعتبرها مهمة، وهو عندما أقف أحيانا أمام كتابة الأستاذ عبد السلام ياسين، هل يمكننا أن نفهم حركات العدل والإحسان كحركة اجتماعية من خلال ما كتبه وأتله الأستاذ عبد السلام ياسين؟ هل يمكننا أن نفهم الحركة ومدى تناغمها مع جزء من أدبيات الأستاذ عبد السلام ياسين؟ لأنني أنا في نظري أعتبر الأستاذ عبد السلام ياسين هو أكبر من الجماعة، وأنا قد كتبت هذا بعد وفاته وقلت بأن الجماعة تشكل ربما 25% أو 20% من كتابات الأستاذ عبد السلام ياسين. السنوات الأخيرة أنا جلست مع الكتاب في واحد أطروحة، فالأستاذ عبد السلام ياسين هو مفكر، منظر، داعية، فقيه، محدد، صحافي، هو ليس داعية بذلك المفهوم المتداول، هو أكثر من الداعية، هو مفكر، هو منظر، هو صاحب نظرية فيه ما هو إيديولوجي وفيه ما هو معرفي، فيه ما هو عالمي وفيه ما هو وطني محلي وما هو للجماعة، كما أن فيه ما يمثل رأيه الشخصي وهو فيه ما هو إرشاد للأمة والجماعة الوطنية، طبعا الجماعة الوطنية بشكل عام والجماعات الحركات الإسلامية بشكل عام وعلى وجه الخصوص جماعة العدل والإحسان. فكر مركب أحيانا تجده مع ابن تيمية، وكيف يقدم لك ابن تيمية كمفكر يعني كمجاهد كفقيه صوفي ليس بالطريقة التي يقدمها لك مثلا السلفيين، وكيف يحاول أن يصالح السلفية مع الصوفية، يعني واحد الفكر يعني غريب جدا، غريب بشكل بالنسبة لي أنا، شيء غريب، وإنما هذه طريقات المفكرين الكبار كتلقاه، أن الرجل كتلقاه بأنه ضابط تراث الأجداد وضابط حتى تراث الأنداد، لأنه حتى بعد الكتابات تجد مثلا بحال كتلقى آلان تورين، كتلقى المفكرين مثلا مارسيل غوشي، كتلقى بعض المفكرين الكبار مثلا عندما ينتقيهم ويحاول أن يدخل معهم في نقاش، فعندما يكتب هو تجد بأنه يكتب ويفكر في نفس الآن، وليس بالنسبة للدعاة يقول كلام يعني كام ملقى على، ولكن هو كتلقى بأنه هو مفكر. لهذا أنا أجد بأن الأستاذ عبد السلام ياسين مثل كثير من الناس عندما يدرسوا الجماعة كيوقع واحد الخلط. مثلا أنا شي مرة جالس في القهوة كنشوف واحد البحث ديال الإجازة ديال واحد الطالب تحت إشراف محمد سبيلة 98 أعتقد مازال أتذكر، أول صفحة يقول
لفهم جماعة العدل الإحسان أو قراءة العدل أو فهم جماعة العدل الإحسان يقذف بنا مباشرة في فكر الأستاذ عبد السلام يوسف، أو مثلا حتى الكتابات التي كتبها مثلا محمد ضارف قراءة في المسارات، وحتى محمد شاقير عندما تحدث عن الفكر السياسي المعاصر وتحدث عن المهدي المجرى عند عبد الله إبراهيم وعلى الفاسي والحسن الوزاني والأستاذ عبد السلام ياسين، واعتبر بأن هذا فكر سياسي مغربي فكر عملي، ولكن هم يذهبون مباشرة إلى كتابات الأستاذ عبد السلام ياسين ويحاولون أن يدرسوا الجماعة. أنا أعتقد بأن الجماعات العبد الإحسان وحتى بالنسبة للناس داخل العبد الإحسان هم ليس مطلوب منهم أن يفهموا الأستاذ عبد السلام ياسين، لأنه هي ماشي واحد مدرسة فكرية كما كنتكلموا على الشكراني الروس أو على جامعة شيكاغو أو على مثلا مدرسة فرانكفورت. يعني أستاذ عبد السلام ياسين ماشي تنادى إلى مجموعة من العلماء وأراد أن يتحدث، لا، هو يتحدث مع جماعة وفيها اختلافات وفيها يعني من المرأة من الرجل من التلاميذ. من معنى آخر أن الأستاذ عبد السلام ياسين أنا أعتبره بأنه هو أكبر من الجماعة، لأنه فيه ما هو يفكر الأمة بشكل عام، ويفكر حتى بالنسبة داخل الأمة واحد الجانب من الفكر السني، وحتى داخل الفكر السني هو واحد الجانب داخل مثلا المغرب الإسلامي الكامل. عندما تقول نحن الإسلاميين ولا يقول نحن العدل الإحسان، مثلا في كتاب العدل نحن الإسلاميين ويخاطب الإسلاميين بشكل عام ولا يخاطب جماعة العدل الإحسان. فإذا أستاذ عبد السلام ياسين الجماعة هي أحد اجتهاداته على مستوى التطبيق، ولهذا حتى بالنسبة للكتابات كانت تطرح هذه الأسئلة. مثلا الكتابات وهي صعبة جدا للفهم والهضم، ولا زلت أتذكر أن الأستاذ فتح الله أرسلان كتاب حصار الرجل أم حصار الدعوة كان تحدث على ما يسمى بالوسطاء الفكريين، ربما في هذا الكتاب أو ربما في حوار غالبا في هذا الكتاب. ولكن وسطاء فكريين كيف يمكننا أن يتقموا بتنزيل كتابة عبد السلام؟ طبعا هي ظهرت مجموعة من الكتب من داخل الجماعة وباحثين أكاديميين، مثلا معنا الدكتور عمر حرشان أضواء على المشروع المجتمعي لجماعة عبد الإحسان، مثلا الدكتور خالد العسري الشورى المغربية باش بين النصوص الوحي ومسار التاريخ، مثلا ما وراء السياسة الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين الدكتور مقبول. كان واحد مقال مهم لبناء الجماعي المستقبل في جريدة مجلة نوافذ لأهلال. يعني هذه بعض الكتابات كثيرة هي حاولت أن تكون وسطية ما وحاولت أن تفهم الفكر وأن تقوم بتنزيله على مستوى، ولهذا على مستوى الوسطاء التربويين. نقطة أخرى مهمة، أنا أتحدث عن وسطاء التربويين، لأن الأستاذ عبد السلام ياسين يعني منذ كتابة الرسالة وفي السجون والمعتقلات إلى آخره، وبعد ذلك ضرب عليه حصار، ولكن الجماعة يعني كبرت في ذاك الشيء ديال الحصار، كانت الطلبة كانوا القطاعات تأسسات حتى بالنسبة للدائرة السياسية تأسسات أثناء يعني في الأيام ديال الحصار. فإذا هناك واحد الوسطاء، ولكن الوسطاء هنا لهذه النخبة لأن كلها كانت تقريبا من رجال التعليم وكانت كتفهم هذه البيداغوجية، وبالتالي كان تنزيل كانت التعليمات أو هذه كانت مهمة جدا. فإذا هذه النقطة هذه أنا بالنسبة لي مهمة، لأن الأستاذ عبد السلام ياسين فيه ما هو رأي شخصي وفيه ما هو الأمة وفيه ما هو مفكر ومنظر، ولكن فيه ما هو الجزء الجماعة هو صغير جدا. إذا هنا غادي ننتقل لواحد النقطة، أن جماعة العدل الإحسان في التنمية السياسية أو في التنشئة السياسية هي جماعة شعار العدل الإحسان الذي رفع 87 كتلقاها كتتكلم على الإحسان، والإحسان في المعاني الثلاثة، يعني الإحسان في العبادة، الإحسان إلى الناس، إحسان العمل وإتقانه وإصلاحه. وفي نفس الآن أن الأستاذ عبد السلام ياسين يتحدث عن الخصال العشر، ولهذا أن الجماعة كانت منذ بدايتها ضد العنف وضد التطرف، ولهذا نجد أنه مثلا
الكثير من الذين هاجموا الجماعة مثلا اللي هم كانوا ينتمون إلى الفكر السلفي المتطرف في وقت من الأوقات، وكانت الأشرطة تباع والكتب تباع وتوزع، وكان مثلا المغراوية تحدد الفيزازي الحدوشي إلى آخره، ولكن الجماعة أنها ثبتت وكان هي جماعة يعني كانت الثقافة السياسية التي تمتحها من التربة ومن التاريخ المغربي، ولهذا أنها لم ترد على هذه الهجمات إلى أن جاءت الهجمات اللي كانت في مدينة الدار البيضاء واللي وقع فيها واحد مجموعة من الاعتقالات آنذاك، والكثير من هاد الناس كانوا ضحايا، وحتى الدولة آنذاك أصبحت تتبرأ، واللي كيرجع مثلا الكتاب ديال الحكومة الملتحية ديال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك، كيف كان مثلا يتهم مثلا الوزير الداخلي إدريس البصري، وكيف كان يشجع هذا الفكر المتطرف في المغرب. إذن جماعة كانت ضد التطرف وكانت دائما مع الاعتدال. وفي هذا يقول الأستاذ عبد السلام ياسين: إن من أحوج ما نحتاج إليه بس صفحة من التسامح والرحمة والاعتدال وضبط النفس. كان الصوفية ولا يزالون عن الصادقين للمنتحن الاسم والسمعة أصحاب قلوب حشوها المحبة والرفق والرحمة بالخلق كافة. ولهذا أن الجماعة عبد الإحسان كانت ضد التطرف منذ البداية، لهذا أننا عندما أحيانا نجد وكانت تلفظ الفكر المتطرف، ولهذا عندما نجد مثلا الأجهزة الأمنية في المغرب عندما تفكك خلية، بعض الناس تكون مثلا تقول لك أنا مثلا كنت في جماعة عبد الإحسان سابقا، إما أنه طرد أو أنه جمد أو أنه لم يجد نفسه داخل جماعة عبد الإحسان، معناه أن البيئة والتربية والنشأة ديال الجامعة عبد الإحسان هي طاردة لهذا الفكر المتطرف. أضف إلى هذا النظرة إلى المجتمع. سي عبد السلام كان ملي يتكلم على المجتمع هو يصفه بالفتنة ولا يصفه بالجاهلية. في هذا الشأن أنه كانت واحد الأطروحة كتتكلم على جاهلية المجتمع في أدبيات بحال أبي ألعى المودودي، خاصة في كتابيه الصادرين 1941 المصطلحات الأربعة الأساسية في القرآن والإسلام والجاهلية. السيد قطب تبنى مفهوم الجاهلية، لكن أستاذ عبد السلام ياسين يقول بأننا نتحدث عن الفتنة وليس على عن الجاهلية. يقول: مفتونون نحن غير جاهلين، وإن كان من بيننا أهل الردة ومن قادتنا، فإن الأمة المستضعفة لا تزال في أمة سيدنا محمد سليم اعتقادها، ولا ينال منها الطاغوت الجاهل المتكالب عليها المتألب إلا إشارة بالرأس المائل من الظلم المترقب لرحمة الله الذي جعل متسعا في رضاه لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولو أن الأدبيات التي تحدثت عن الحاكمية وعن الجاهلية عن السيد قطب أو عن المودودي كانت مرتبطة بواحد ظروف سياسية معينة، خصوصا أن المودودي كان في الهند. ثم ننتقل مباشرة إلى الثلاثة والتعامل مع الخارج، وهناك مقال كان كتبه خالد العسري: الحفاظ على الدولة والحفاظ على الدولة وعدم تسليح السياسة. هنا أنا نبقى خمسة دقائق، هنا يحضرني أحد مسألة اللي هي مهمة جدا، أن جماعة عبد الإحسان كانت رؤيتها مهمة وسديدة، خصوصا في المؤتمر الذي عقد في القاهرة وهو الذي دعا إلى تسليح الثورة السورية. جماعة عبد الإحسان كان لها موقف، طبعا أنا ربما ما بليش واحد الموقف رسمي، ولكن بلي من خلال مقال علماء الأمة والأزمة السورية اختلال التوازن. هذا المقال كتبه أستاذ خالد العسري آنذاك، وأنا لازلت أتذكر عندما أرسله لخالد يعني نشرته في ذلك الوقت، ولكن لم أكن أظن بأن الجماعة تتبنى هذا المقال، يعني بعد يومين ربما نشر في موقع الجماعة.
وكان مقال آنذاك بدأ الناس كثير من الناس يسألون عنه، هل هو موقف الجماعة أم هو موقف الكاتب خالد العسري؟ الحقيقة أنا لم أجب على هذا السؤال إلا البارحة، اتصلت بخالد العسري وقال لي بأنه موقف ديالو، ولكن تبنته الجماعة آنذاك. لهذا أن نجد أن العلماء الذين حضروا هم أنهم تماهوا مع الخط الرسمي للدولة، لأن آنذاك كان وزير الخارجية هو الأستاذ سعد الدين العثماني، وكان هنا في مراكش عقد مؤتمر أصدقاء سوريا وشاركت فيه 120 دولة بالائتلاف واعترفوا به، ولكن فيما بعد أن لا شيء تغير أو تبدل، فالذي تغيرت الموازين، ولكن بقي الأسد كما كان، وأصبح السوري يقتل السوري، ونحن نعرف المآل الذي وصلت إليه الثورة السورية. فجماعة العبد الإحسان كان لها موقف مبدئي من خلال موقفها لا للتعامل مع الخارج. كنبقى واحد إذا قلت واحد النقطة أخرى في إطار هذه ديال لا دي راديكاليزاسيون في هذه محاربة التطرف، أنا أعتبر بأن جماعة العبد الإحسان وخلفيتها الصوفية وكمؤسسة أو كجماعة مغربية وتربة مغربية بأنها قادرة على أن تساهم كما ساهمت فيما قبل، حتى أن المصطلح الذي نذكره اليوم يعني الأمن الروحي هي العبد الإحسان ساهمت فيه منذ البداية ولم تطورت لا في العنف، وحتى بالنسبة حتى خارج أرض الوطن يعني لم تطورت، وحتى في إفريقيا، كما نلاحظ بأنها عندها وجود في إفريقيا من خلال الطلبة الذين كانوا يدرسون في التسعينات آنذاك هم موجودين حاليا، وحتى الوجود الإفريقي عندما بعض الأنشطة يكونوا فيها أفارقة، بمعنى آخر أنها عندها امتداد داخل إفريقيا من خلال هذه الخلفية الصوفية التربوية اللي هي خلفية ثقافية إسلامية مغربية. لكن هناك كاين واحد التحدي، مثلا عندما كيطرحوا التغيير عند جماعة العبد الإحسان وكطرح الميثاق أو كطرح الجبهة أو كطرح التنادي إلى الفضلاء، لكن كثير من الناس كيتحدوا على مفهوم الخلافة عند جماعة العبد الإحسان. الحقيقة مفهوم الخلافة ليس عند جماعة العبد الإحسان، وإنما عند جميع الحركات الإسلام السياسي كلها بما فيها مثلا داخل المغرب مثلا الميثاق ديال حركة التوحيد والإصلاح، وأكثر هذا بما فيه الدولة. والدولة غادي نعطيكم واحد الحوار مع أحمد توفيق في مجلة زمان في 2016. أحمد توفيق يقول بأنه يقول الخلافة قائمة بالمغرب في شكل إمارة المؤمنين ومضمون اختصاصها وفي توافق مع ثوابت الأمة ومعيشها في هذا العصر، بما في ذلك الإصلاحات والآليات المؤسساتية، وهذا نموذج غير مرتجل ولم يخرج من خيال، ولكنه نتاج التاريخ الخاص بالمغرب والذي اجتمعت له مقومات فيها ما هو خصوصي وفيها ما يمكن أن يتعلم منه الغير. لكن ننتقلوا لقيادات الصف الأول ديال جماعة العبد الإحسان والموقف ديالها وكيفاش كتحاول تجدد في هذا المفهوم هذا. شو دقيق؟ مثلا الأستاذ محمد العبادي يقول مثلا نعوذ بالله من في حوار مع جريدة المساء 2016 في ذيك السنوات ذيك السنة ديال 2016، نعود بالله عندما تحدثوا في واحد التصريح وكانوا شبهوا بعض الجرائد بانه يشبه داعش وقيل بل تدعو الى داعش، قال لهم نعود بالله من هذا التشبيه، وهل العبد الاحسان تاسست منذ عام او عامين حتى تؤتي بهذه التشبيه العجيب الغريب؟ لقد بدا الامام المرشد عبد السلام ياسر رحمه الله التاسيس العلمي والفكري في التصوري لهذا المشروع في بدايه السبعينات من هذا القرن الماضي، واستمر في هذا التاسيس سيره 10 سنوات مع ما رافق ذلك من اضطهاد والسجن إلى داخله. إذن حتى بالنسبة للأستاذ عبد الواحد المتوكل في حوار ربما مع جريدة الأيام وأوضح وقال بأن جماعة العبد الإحسان لا تختلف عن التيار الإسلامي الوسطي كما قلت العريض في فهمها لموضوع الخلافة، ولا تتبنى فهما شادا ينكره عقلاء المسلمين وعلمائهم ومفكروهم، فالخلافة الراشدة حقيقة تاريخية دامت ثلاثة عقود بعد الرسول صلى الله عليه وسلم،
ونعم المسلمون في ونعم المسلمون في ظلها بالعدل والإنصاف والأمن والعزة، وسجل العلماء والمؤرخون تفاصيلها بدقة. كذلك موقف آخر أستاذ الحمداوي في جريدة الجديد، بمعنى آخر هذا التوضيح ديال الخلافة الذي لا جلي يتحدث به حاليا، أنا أرى بأنه كان موجود عند الدولة أصلا وموجود عند الحركات الإسلامية، مما يعني أن الدولة لم تتخلص من أتون التقليد، كان تحديد ولكن ما دخلش الحداثة السياسية باش جر معها جميع التنظيمات الأخرى لكي يمكن أن تغير من هذا الاسم أو يمكن أن تبيئه أو ممكن أن تجيب مثلا على الأسئلة ديال الحاضر. وإذا المشكل هو في الدولة القطرية اللي بقات هي شدة في التقليد، ماشي مشكل الحركات الإسلامية. أنا كنعتقد بأن الحركات الإسلامية أحيانا تتجاوز الفكر ديالها الدولة القطرية بما فيها المغرب. شكرا جزيلا لكم.